هي مش بنتك التايهه ونفسك تطمن عليها؟ طب ايه، مش خايف عليها؟ لا مش خايف. واقول لك على حاجه كمان، انت نصاب وجاي تشتغلني بحدوته بايخه، وممكن نبلغ البوليس دلوقتي عنك حالا واقول انك جاي تبتزني. طب ليه كده يا باشا؟ ده انا كنت جاي وعشمان فيك ترد لي حقي. عشمك مش في محله. يعني ايه؟ قلبك مش واكلك على بنتك التايهه وعايز تطمن عليها؟ مش عايز اطمن عليها. طب انا عارف مكان عيشها. وقتك خلص معايا. مع السلامه يا استاذ هيثم.